You should know إنه مفروض تبلشوا تنتبهوا على الطرقات أكثر، والسبب هو إنه في سارق ابتكر طريقة جديدة لحتى يسرق خصوصي الصبايا على أحد أوتوستراديت جبل لبنان، فهو بينتحل صفة إنه هو عسكري بأحد الأجهزة الأمنية وبيلبس بنطلون بدلة عسكرية وجاكيت سوداء، وبينطر تجي صبية لحتى تطلع بسيارتها أو تكون هي موجودة بسيارتها، بيروح ببلش يصرخ إنه في سيارة مشبوهة بالمنطقة وبدق لها على الشباك لحتى يطلب أوراق ثبوتية. مجرد ما تبرم لحتى تشيل الأوراق الثبوتية تبعها بيكون صار بالسيارة بيسرقها تحت تهديد بالقتل، وهذا السارق بعده حرا طليق. ثاني خبر بيتعلق بموضوع عملية الخطف اللي صارت امبارح بسان تيريز. لحد هلا مخابرات الجيش متابعه هيدا الملف، وتم توقيف 3 اشخاص للتحقيق معهم، علما انه بحسب المعلومات الامنيه الاشخاص اللي نفذوا عمليه الخطف عددهم 6. وثالث خبر هو عن الشخص اللي انتشر فيديو له من 3 ايام تقريبا هو عم بيقوس بشكل عشوائي على محلات بالاوزاعي. هيدا الشخص اوقفته مخابرات الجيش واسمه حسن المقتل.